إذا كان معرفتش أحمي ابني ولا مراتي ولا أختي الوحيدة، طبيعي ان دي تبقى نهاية محمود علوان طالما انا ظهرت في حياته عشان احميه. انا بتعامل زي الطاعون، اي حد بقرب له او يقرب لي نهايته بتيجي على طول. خلاص خرجت كل اللي جواك، طلعت القديم وخلطته على الجديد وجلدت ذاتك وريحت ضميرك. سعادتك اللي مش عايز تشوف الحقيقة. حقيقة ايه يا بني ادم؟ ان انا اللي بعت محمود علوان لقضاه وحرمته حتى من حد فينا يكون موجود حواليه عشان يحميه. وانت متخيل انك لو كنت عرضت على محمود علوان ان حد يكون حواليه كان هيوافق؟ انت ناسي ان هو طلبك اصلا علشان تحمي بنته بس ومالكش دعوه بيه نهائي؟ وبعدين ايه اللي حصل؟ بقيت انا المسؤول عن حمايته. مسؤول عن مين يا ابني؟ عن محمود علوان؟ هو عيل في الحضانه. انت عارف محمود علوان ده يطلع مين يا بيه علشان تدي نفسك الحق انك تكون مسؤول عنه او عن قراراته؟ محمود علوان اللي حب مصر من قلبه بجد مش كلام، واستحمل خطر محدش ممكن يستحمله، ودفع ثمن من اعصابه وسمعته واهله محدش ممكن يدفعه. انت فاكر انك ممكن تكون مسؤول عن واحد زي ده؟ يا ابني افهم، احنا مش نوع نادر مفيش منه. احنا زي ما اخترنا شغلانتنا دي بتعبها وقرفها وخطرها، في ناس كتير لما بتتحط في الامتحان بتختار زينا ويمكن اكتر. الولاد اللي شغالين معاك دول نموذج صغير لكده. محمود علوان يا سليم اختار مصيره ده من 25 سنة، وكان عارف ساعتها انه ممكن يدفع الثمن، وكان عارف يحمي نفسه 25 سنة. وسعادتك قدرت تحميه 25 سنة، وكالعادة ظهرت أنا في حياته وراح. تفتكر دي صدفة ولا ربنا بيبعت لي رسالة؟ لا، ربنا بيبعت لنا كلنا رسالة. وإذا كنت عايز تفهم الحكمة الربانية في اللي بيحصل ده، أنا أقول لك، محمود علوان يا سليم سافر يعمل عمرة مخصوص علشان يدعي ربنا إنه يوم ما يموت يموت شهيد. مسك في ستارة الكعبة وعيط بالدموع وقال له يا رب أنا مش طالب غير الشهادة وبس. ربنا استجاب لدعوته، وإحنا كمان لازم نتعلم من حكمة ربنا دي ونعرف هو عايزنا نعمل إيه وما نعملش إيه، علشان ما يبقاش موت محمود علوان مجرد استجابة لدعوته وخلاص. سليم، احنا لازم نعرف بالظبط ايه اللي حصل في مقابلة محمود ورياض خلاهم يقرروا يخلصوا منه بالسرعة دي، ومين اللي لحق خطط ونفذ لقتل محمود بالإتقان ده. انت مش اديت تليفون محمود لسميح؟ ايوه، بس التليفون متكسر مش نافع، بيحاول يصلحه تاني. اول طريقنا لمعرفة الحقيقة يا سليم تليفون محمود وتقرير المعمل الجنائي. نصلي الأول على محمود ونوصله لتربته، ومش هيبقى قدامنا بعد كده غير إننا نفهم إيه اللي حصل وننتقم لمحمود. يا بركة بسم الله. Thank you.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل بس وأن الله لا يضيع أجر المحسنين